تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح. إذا كنا نتكلم عن أن يفتح يدي للسلم للمحبة مع المسلم والملحد، فكيف لا أتسع لك؟ أنت أخي، أنت قرة عيني، أفديك بروحي. أنت يا أخي السلفي الذي تكفرني وترميني بالشرك، أو الجناح المتشدد من الإخوان الذي يرفض الجناح الآخر الذي يقول ينبغي أن نتسع للجميع، تعالوا أضعكم في عيني، والله العظيم هذا قسم، ولست ممن يكثرون الحلف. عندما يأتي الخطر الحقيقي الذي يمسك روحي تفداك. يحاسبني الله على هذا اليمين، لكن جسدنا الممزق لا يحتمل سكاكينك مرة أخرى. ارحمنا وارحم نفسك، ارحمنا وارحم نفسك. نحن وياك تجمعنا لا إله إلا الله. ما تملأ عينك هذه الكلمة؟ اختلف معي في تفاصيلها، لكن لا تخرجني عن الدائرة، لأني لم ولن أخرجك عن الدائرة. وإن وجد من بين صفوفنا نحن من يقوم ويكفر إخوتنا الذين يختلفون معنا، فأول المتصدين له من يتكلم الآن.